السلام عليكم. في الفيديو ده عايزين ندرايف التايلور اكسبانشن فورمولا في الهاير دايمنشن. احنا عملنا قبل كده ديريفيشن للتايلور اكسبانشن في ال1 دايمنشن. انا كان عندي f اوف x، قلت ان f اوف x عباره عن سيجما من n equals 0 ل n equals ما لا نهايه، f المشتقه الانيه ل f عند a على فاكتوريال n في x ناقص a اس n. ممكن نعمل تغيير بسيط كده ونقول نسمي x ناقص a نسميها v، اللي هي الديستانس ما بين a و x نسميها كده v، وبالتالي ساعتها ال x هتساوي a plus v. ساعتها اقدر اقول ان f of a اللي هي البوينت اللي انا بفك عندها يعني plus v equals سيجما من n equals 0 ل infinity f of a زي ما هي على فاكتوريال n، بس دي هتبقى v power n. ماشي؟ طيب فده كده التايلور اكسبانشن في ال1 دي لو عندي فاريبل واحد بس. طيب ده كان في ال1 دي، تعال نشوف نعمل ايه لو عايزين نكسباند الكلام ده للهاير دايمنشن. تعال الحقيقه نجيب صوره ثانيه غير دي، تعال نجيب الصوره دي هتكون الطف شويه في اللي احنا عايزين نعمله. ماشي، في ال1 دي كان عندي اتجاه واحد ممكن اتحرك فيه، فكان عندي مثلا هنا f اوف a. ماشي، وكده خدت f اوف a بلس v هنا والفانكشن عامله كده، فانا بتحرك في الاتجاه ده بس، الاتجاه الممكن الوحيد. طيب في الهاير دايمنشن زي ما شفنا في الجريدينت ممكن اتحرك في كذا اتجاه، يعني ممكن يكون عندي البوينت a بتاعتي هنا مثلا، ساعتها لو اتحركت في الاتجاه ده غيرت الفيكتور طبعا هنا مثلا x وy كده x وهنا y لو ده دايمنشن محور x ومحور y يعني، او x1 وx2. المهم ان انا اتغيرت كده الفانكشن f اوف a بلس v لو دي البوينت a والv كان في الاتجاه ده، واتحركت انا مقدار معين في الاتجاه ده، فالاف اوف ايه بلس بي مختلف عن اتحركت كده غير لو كده غير لو كده. طبعا بحرك كل الحاجات دي في الايه، في الاكس واي بلين، لو الاكس البلين اللي تحت ده انا بغير الفاريبلز بتاعتي وقيمه الفانكشن بتتغير، فكاني بتحرك هنا. كنت واقف هنا، دي كانت البوينت ايه بتاعتي، ممكن اخليها بلون تاني، خليها بلون اسود مثلا، فدي كانت البوينت ايه بتاعتي. فانا بقول ممكن اكون هنا الارتفاع بتاعي هو ده، فكان ممكن اتحرك كده مثلا في الاتجاه ده، فالارتفاع بتاعي يبقى ده مثلا، وخلينا نظبطها شويه نتحرك مسافه اقصر شويه. فانا كنت هنا اتحركت في الاتجاه ده شويه، فالارتفاع بتاعي بقى هنا مثلا. بينما لو كنت اتحركت كده شويه كان الارتفاع بتاعي هيبقى هنا، حتى لو دي نفس المسافه. فاذا في الهاير دايمنشنز محتاج احدد الاتجاه اللي انا بتحرك فيه، والتايلور اكسبانشن هيعتمد على الاتجاه ده. طيب ازاي نديرايف الفورمولا؟ تعالى نتخيل ان انا فعلا اتحركت في الاتجاه ده، ونسمي مقدار الفيكتور اللي انا اتحركته ده v. فدلوقتي انا بقيت عايز اجيب ايه؟ بقيت عايز اجيب f، طبعا الـ a بقت فيكتور دلوقتي، الـ a نفسها بقت فيكتور، فيبقى انا عايز اجيب f of a فيكتور بلس v فيكتور، صح؟ اتحركت المقدار v. حلو، لو فكرت شويه هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان انت لو اتحركت في اتجاه معين فالكروس سيكشن بتاع الحركه بتاعتك برضو هيكون كيرف، هيكون كيرف عادي، هيكون مثلا كيرف عامل كده، مش عارف ده واضح ولا لا، يعني انت هيكون مثلا كيرف لو انا بالاسود تاني اهو، وانا اتحركت من هنا لهنا، فالكيرف بتاعي هيكون اتحرك كده. فالكيرف بتاعي هيكون اتحرك كده. ماشي، كاني جبت بلين كده موازي للفيكتور ده ورحت قاطع بيه الجاوسيان كيرف اللي قدامي ده، فهلاقي ان انا اتحركت في كيرف. جايز يبقى اوضح شويه في اللي بتاع اللي فوق ده، يعني جايز يبقى اوضح شويه هنا لو انا كنت هنا مثلا اهو، او كنت هنا واتحركت في الاتجاه ده من تحت، من تحت الكيرف، فانا كنت قيمه الفانكشن هنا دلوقتي هنا، ان انا لما اتحركت كده قيمه الفانكشن مثلا بقت فوق هنا. او بقى فوق هنا، هتلاقي ان انا كاني بتحرك على الكيرف ده، صح كده؟ كاني بتحرك على الكيرف ده كده. ماشي، ان انا لما بتحرك في دايركشن معين كاني باخد كروس سيكشن الكيرف بتاعي، وده بيكون هو التغير بتاعي. فلما بتحرك اغير الفي في الاتجاه ده اتغيرت الارتفاع بتاعي بقى في الاتجاه ده، فكان بقى عند الفاليو دي يعني، فكان اتحركت على الكيرف ده في الاتجاه بتاع حركه الفيكتور بتاعي. فنفس الكلام تلاحظه تحت شويه لو انت ركزت شويه في الكلام يعني. فالملاحظه دي بتحول لك التايلور اكسبانشن في المالتيبل دايمنشنز ل 1 دي تاني، بس الفرق ان هي 1 دي في دايركشن معين، يعني ممكن لو رجعت فوق تاني هنا الاقي مثلا لو خدت دايركشن معين ابقى بتحرك كده، لو خدت دايركشن تاني اتحرك فيه ابقى بتحرك التايلور بتاعي او الكيرف بتاعي يبقى عامل كده، الكيرف البرتقاني ده مثلا، فكده كده خدت دايركشن مختلفه، برضه هيكون كيرف بس في دايركشن تاني، ممكن مره ثالثه يكون كيرف في دايركشن مختلف خالص، حاجه عامله كده مثلا في النص ما بين الاثنين وهكذا، بس في الاخر برضه هي هتتحول ل 1 دي بروبلم بس معتمده على الدايركشن اللي انا هختار اتحرك فيه. تمام؟ طيب طالما هي 1 دي بروبلم
فنقدر استخدم ال 1 دي فورمولا دي بس اظبط شويه حاجات. ال v دي في الحاله ال 1 دي كانت عباره عن ديستانس، ده كان سكيلر، الديستانس ما بين البوينت A وبين البوينت الجديده اللي هي كانت A بلس V، فمقدار الفرق ده كان هو ال v. طيب لو انا اتحركت بفيكتور في الاتجاه ده فالديستانس دي هتكون ماجنيتيود الفيكتور ده، يبقى انا عارف ان انا هيبقى عندي كده لو عايز اعمل حاجه شبه كده هيبقى عندي هنا n equal 0 لانفينيتي، اخر ترم هيكون ماجنيتيود الفيكتور v باور n اللي هي الديستانس، في الاخر دي كانت الديستانس فدي هي الديستانس، فده كده ما غيرتش حاجه. طيب فاكتوريال n نفس الكلام زي ما هي. دلوقتي عايز المشتقه رقم n at البوينت a. في حاله ال1 دي دي كانت مجرد ديريفاتيف، بس في حاله المالتيبل دايمنشنز انا عايز ديريفاتيف في اتجاه معين في اتجاه ال v، فدي دايركشنال ديريفاتيف اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات. طيب تعالى افتكر ان الدايركشنال ديريفاتيف في اتجاه u اللي هي المشتقه الاولى كانت عباره عن u، او خليها v دلوقتي احنا الدايركشن بتاعنا كان اسمه v، يعني في اتجاه v كانت عباره عن v cap dot grad f evaluated at the point A اللي هي هيكون فيكتور A دلوقتي. طيب لو عايز اجيب المشتقه الثانيه فانا عايز اشتق الاكسبريشن ده، خد بالك الاكسبريشن ده في الاخر فانكشن اوف x في الاخر، يعني فانكشن اوف x فيكتور في الاخر. فانا عشان اجيب المشتقه الثانيه هفضله مرتين. فلو انا عايز اجيب المشتقه الثانيه سكند ديريفاتيف هتبقى بتساوي v cap dot grad الحاجة اللي قبل كده اللي هي كانت v cap dot grad f of x evaluated at the point A، والx ده هو فيكتور، هو x وy وz وهكذا يعني. فأنا هجيب ال v cap dot grad f، بعد كده ده هيديني expression، مش هعمل له evaluation، هيدي expression function of x، هاخد له gradient تاني وبعد كده أعمل dot v. طب third derivative نفس الكلام بقى، third derivative هيبقى v cap dot grad الحاجه اللي فوق دي كلها اللي هي اساسا v cap dot grad v cap dot grad f of x vector evaluated at the point a. كان ممكن اعبر عنه بنوتيشن تاني، ان انا عندي v cap dot grad v cap dot grad v cap dot grad، فهلاقي ان ال nth derivative بتساوي v cap dot grad power n function of x. خد بالك ان الجريدينت اوبريتور ده له بروبرتيز بتسمح له ان انا اقدر اعمله كده، اقدر اعمله كفيكتور مستقل. يعني هو طبعا جراد لوحده عباره عن ايه؟ عباره عن بارشال باي بارشال اكس بارشال باي بارشال واي. فالحقيقه هو ده كده يعني شيء ملوش معنى قوي، بس انت لو شفت البروبرتيز بتاعت الجريدينت ده بالتفصيل تقدر تعامل ده كفيكتور كده، لو تاخد ده تعمله تربيع مثلا يبقى له معنى، تعمله تكعيب يبقى له معنى. فممكن تفسر الكلام ده ان هو كده، انت تاخد دوت برودكت ما بين اثنين فيكتورز وترفعه تو ذا باور ان، فالدوت برودكت هيكون رقم مثلا، هيكون اكسبريشن فيه اكس وواي وزد وهكذا، تاخده تو ذا باور ان، وبعد ما تعمل كل الفكه كلها تابلاي الكلام ده كله على اف، فده فاليد، ده ماثيماتيكالي فاليد يعني، عشان البروبرتيز بتاعت الجريدينت رغم ان هو ممكن يكون ملوش معنى قوي. او ممكن تفكر في ده ان هو مجرد نوتيشن، مع ان انا بس بكرر ده كتير، بس انا مش هضرب دول في بعض الاول من غير اي اف تو ذا باور ان، لا انا هابلاي واحده واحده زي اللي انا عامله فوق ده، هابلاي اول جريدينت على اف وبعد كده الجريدينت على اف وبعد كده دوت في، وبعد كده هيديني اكسبريشن ابلاي عليه الجريدينت ده هيكون حاجه لها معنى، بعد ما اجيبها اعمل دوت في وهكذا. فده لو انت عايز تفكر فيها كده او تفكر فيها كده، في الحالتين هي دي الديريفاتيف يعني. طيب يبقى انا دلوقتي في الحاله دي ال f of a فيكتور بلس v فيكتور عباره عن سيجما من n equal 0 لانفينيتي 1 على فاكتوريال n، الديريفاتيف اللي هنا دي هشيلها واحط مكانها الراجل ده اللي هو v cap dot grad power n applied على f of a بقى at يعني x at point a، فكانها applied at f of a، وبعد كده عندي اخر ترم كان magnitude v اس n، magnitude v اس n. طيب ده في الاخر رقم صح، هو في الاخر ممكن ادخله جوه، طب هنا اس ان وهنا اس ان ده رقم، ده خمسه مثلا او اي حاجه في الاخر ده رقم، هقدر ادخله جوه الاكسبريشن الاولاني ده واقول ان الكلام ده بيساوي سيجما ان ايكوال 0 لانفينيتي في دوت جراد، طبعا دلوقتي بقى في مش يونت فيكتور، بقى في كامل، ده كان يونت فيكتور، فالفيكتور في اليونت فيكتور بتاعه بيديك الفيكتور الاصلي، او ماجنتيود الفيكتور في اليونت فيكتور بتاعه بيديك الفيكتور الاصلي، باور ان اف اوف اي مقسومه على ان فاكتوريال. فده كده هو الفاينل فورم للتيلور اكسبانشن في المالتيبل دايمنشنز.
تمام. زي ما قلت عاده احنا بنستخدم التيلر اكسبانشن عشان نجيب قيمه الفانكشن في نيبرهود قريب شويه من البوينت A او من الفيكتور A، فغالبا بنكتفي بالسكند سكند اوردر ابروكسيميشن، بجرب ان ب 0 و 1 و 2 واكتفي بهذا القدر، ان انا غالبا مش بكون عايز ابعد قوي عن السنتر بتاعي في الابلكيشنز بتاعتنا يعني. فتعال نجيب قيمه الترمات دي at n equals 0 لو n equals 0 و at n equals 1 و n equals 2. طب at n equals 0 هيديك f of a، طيب اللي هو نفس اللي انا متوقعه في من الحاله العاديه يعني، من الحاله اللي هي ال 1 dimension. n equals 1 هيدي لك فاكتور ال 1 ب 1 فهديك فيكتور v دوت جراد f evaluated at ال point a. لو قلت ان الفيكتور ده كان حاجه في ال 2 دي بس، يعني طبعا المثال اللي انا جايبه ده كله او الديريفيشن ده جاي من مثال 2 دي او في 3 دي يعني، بس الكلام ده فاليد حتى لو الفيكتور v كان دايمنشن بتاعته كبيره جدا يعني، بس مش هنعرف نفيجواليز اكتر من كده، بس الديريفيشن ده فاليد لكل الايه لكل الحالات. طيب فلو ال v ده ليتل v، لو ال v بيساوي في ال 2 دي او في 2 كومبوننتس في x وفي y ماشي، وطبعا الجراد في بارشال اف بارشال بارشال x بارشال بارشال y، فهتلاقي ان الاكسبريشن ده عباره عن v x f x اللي هو بارشال باي بارشال اف بارشال اكس يعني، بلس في واي اف واي، ده دوت برودكت عادي، دوت برودكت ال v مع جراد f اللي هو بارشال اف باي بارشال اكس بارشال اف باي بارشال واي، صح؟ فده اللي انا بعمله مش اكتر يعني. طيب at n equals 2 طبعا بعد كده بعوض بقى at point a لو انا عايز كده at a. طيب at n equals 2 فانا عايز اعمل الكلام ده مرتين، وعندي هنا 1 على 2 يعني عندي هنا 1 على 2 1 على 2 صح كده، وعايز بقى v dot grad الكلام اللي فوق ده grad الكلام ده اللي هو v dot grad الاولاني، ف dot grad a vx fx plus vy fy. طيب الجراد بتاع الراجل ده هيكون فيكتور تاني، عايز اشتق ده بالنسبه للاكس مره وبالنسبه للواي مره، وخد بالك الفي اكس والفي واي دي مجرد ارقام، ده فيكتور اللي انا بتحرك في اتجاهه يكون 3 و2 مثلا، فدي شويه ارقام في اكس وفي واي. انما الاف اكس والاف واي، الاف اكس فانكشن في اكس وواي ان جنرال والاف واي فانكشن في اكس وواي ان جنرال، فانا عايز اجيب مثلا بارشال باي بارشال اكس الكلام ده اللي هو في اكس اف اكس بلس في واي اف واي، هلاقي ان ده بيساوي اف اكس اكس في في اكس، ان في اكس ده كونستنت، في اكس اف اف اكس اكس بلس في واي اف واي واي، صح كده؟ طيب عايز اشتق الكلام ده بالنسبه لواي، هيساوي اشتق ده بالنسبه لواي هيبقى في اكس اف اكس واي، هي دي اف واي اكس، انا اسف معلش انا بشتق بالنسبه لاكس يعني، فدي اف واي اكس اللي هي نفسها اف اكس واي فور الفانكشنز الطبيعيه بتاعتنا يعني. طيب فده في اكس اف اكس واي بلس في واي اف واي واي، خلاص؟ فبالتالي جراد الكلام ده هو الفيكتور ده، يعني ممكن اشيل الحاجات دي كلها واقول ان الجراد اللي انا عايزه ده جراد في اكس اف اكس بلس في واي واي اف واي بيساوي فيكتور في الكلام ده اللي هو ده كده. صح كده؟ طيب عايز اخد الكلام ده بقى واضربه في نص، واضربه في نص في كاب، يبقى انا دلوقتي عايز نص في مش كاب، في فيكتور عادي، فده الفي فيكتور عباره عن في اكس وفي واي، فانا هضرب في اكس في الترم اللي فوق وفي واي في الترم اللي تحت، فهلاقي نص في هنا هيديني في اكس تربيع اف اكس اكس بلس في اكس في واي اف اكس واي. طيب بعد كده اجمع بقى التاني في التاني، فانا عايز اضرب اف واي في تاني رو، صح؟ ان انا بضرب دوت برودكت، فهلاقي ده هيديني في اكس واي تاني اف اكس واي، هحط هنا 2 وهنا بقى في واي تربيع اف واي واي، ماشي؟ انا كده ضربت الفيكتور ده في فيكتور تاني اللي هو كان في اكس في واي، فانا بضرب الفي اكس في اول ترم فوق بلس الفي واي في تاني ترم تحت، فاداني الاكسبريشن ده. حلو قوي. طيب فكده ده كده تاني ترم، فاقدر اقول بشكل عام ان f of x plus v approximated الاثنين ترمز بس عباره of a plus v اسف approximated لتو ترمز بس عباره عن f of a plus الترم اللي بعده كان v x f او v dot grad f ماشي plus v
dot grad f at a plus نص في الكلام ده اللي هو vx تربيع fxx plus 2 vx vy fxy plus vy تربيع fyy. قالوا كده؟ طيب اخر حاجة عايز اعملها، دي حاجة مهمة، ان الترم ده الحقيقة ممكن اختصره شوية او ممكن احطه في فورم تانية، في فورم ماتريكس فورم شوية. الترم ده اقدر اقول ان هو عبارة عن vx vy مضروب في ماتريكس فيها هنا fxx fxy، هنا fxy برضو، وهنا fyy، مضروب هنا في vx وهنا في vy. تعال نفك ده ونتاكد ان هي فعلا مظبوطه. تعال اول نضرب مثلا الكولوم ده في الفيكتور ده، فده هيبقى عندي vx vy، هضرب الكولوم في الماتريكس مضروب في فيكتور. الفيكتور ده عباره عن vx fxx بلس vy fyy. تاني واحد هيكون vx fxy، دي vy معلش fxy xy، انا بضرب دوت برودكت عادي. هنا vx y في vx في fxy بلس vy في fyy. اضرب الكلام ده في الفيكتور ده تاني هيدي لك vx، اضرب الكلام ده في الفيكتور هيدي لك vx تربيع fxx بلس vx vy fxy بلس vxy fxy تاني هيديك هنا بلس 2 vx vy في fxy بلس vy تربيع fyy اللي هو فعلا نفس الترم اللي فوق ده. فالحقيقه ده اكسبريشن جميل على الفورم بتاع، ممكن اقول بقى ان في شكل نهائي. تعالى ناخد الكلام ده ونقول ان السكند اوردر ابروكسيميشن للتيلور اكسبانشن هيبقى بدل الترم ده هقول v ترانسبوز h v. الماتريكس دي اسمها H، اسمها الهيشن ماتريكس، اللي هي الماتريكس اوف بارشال ديريفيتيفز او اوف سكند بارشال ديريفيتيفز، اكس 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 واي، وهنا واي واي، وهنا اف اكس واي. طبعا لو انت في الهاير دايمنشنز عن كده عندك اكس واي وزد، الماتريكس دي هتبقى عامله الاتش ساعتها هتبقى مثلا اف اكس اكس اف اكس واي اف اكس زد. طبعا هنا هيكون اف واي واي، هنا هيبقى اف زد زد، هنا انا معايا y وزد فهيبقى f y z. والماتريكس طبعا دي لازم تكون سيمتريك، هنا هيبقى f x y x اللي هي x y برضو اللي هي زي دي بالظبط، هنا ده هيكون f x z، وهنا هيبقى f y z. ماشي، فهي ماتريكس اوف بارشال ديريفيتيفز مهما زودت الدايمنشنز بتفضل دايما سيمتريك. يعني المهم ان انا محتاج نكون عارفين الاكسبريشن ده كويس جدا، ده هنستخدمه بعدين في حاجات تانية. الاكسبريشن ده بتاع تايلور اكسبانشن في بتاع الهاير دايمنشنز، سكند اوردر ابروكسيميشن اوف تايلور اكسبانشن.